أخويا تردين أقيس معاني تدعي لي لو تدعين عليه؟ أكيد تردين تدعي لي. إذا تردين شيء تدعي لي عليه كمعالج فعال وقوي وحقيقي، أخذي هذا المركان أو الجيلي هير اللبناني، معالج كلش ناجح وقوي وفعال. الأفضل أن تأخذين يا شامبو الأرز لأنه فيه نسبة معالج كلش حلوة، والأفضل أن بعد تخلين سيروم. شنو طريقة استعماله وشنو يرهم وبيش؟ الشعر المقصور وصاير مثل اللاسيك أو مثل الليفو مطاط، الشعر المميش، الشعر اللي مسوي له كرياتين ومحترق، الشعر اللي ينصبغ بكثرة، هذا يرجع الحيوية بالشعر، يكثف، ينظم الشعر، ينطي لمعة، ينطي نظارة، ينطي مرونة، شغله كلش حلو. غسلت شعرك بالشامبو، نشفتي نص تنشيفة، تخلين الكمية اللازمة أو الكمية الكافية، ربع ساعة شعر وتغسليها وتنشفين وتخلين سيروم وتمشقين. أفضل معالج بالسبوع مرتين هاي العملية تكرريها. هذا سعره واحدة ب30، وهذا ب10 وهذا ب10، يعني سعره 50,000. توصيل بغداد 4 ومحافظات 5. وين عنواني؟ بغداد الحرية الثانية قرب البريد أو قرب العيادة الشعبية. اسم المحل كوزمتك دانيال.